بسم الآب بين روح القدس إله واحد آمين. أخوتي الأحبة، قراءة الآية اليوم هي من إنجيل متى إصحاح 6 أعداد 25. الكتاب المقدس يعلمنا: لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ آمين. مبارك اسمك يا رب. لو احنا نتابع مع هاي الآيتين نقراها من نفس الإصحاح، الكتاب المقدس هنا يعلمنا، يقول: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لا لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزداد لكم. أخوة الأحبة، هنا الكتاب المقدس يعلمنا، يقول: لا تحتاجون على قضاياكم الجسدية، لبس، أكل، شرب. هاي الرب كلها يهتم بها، هو ما دام هو سوانا وأعطانا النفس، أعطانا هاي الحياة، أعطانا هذا الشانس في الأرض، يعني هو أوريدي مهتم بينا وراح يهتم بينا أكثر. أهم شيء من هذا كل شيء، تريدنا إحنا نهتم بالملكوت. إحنا هو ملح الأرض، ملح ونور الأرض العالم. استخدمنا الرب من أجل تمجيد اسمه. إحنا هنا مؤقتين. لو احنا نفكر دائما بملكوت الله، صدقوني هاي الامور الثانويه هاي كلها ما تصير ثانويه ولا نهتم بها، لان الرب اوريدي راح يهتم بها اكثر ما عندنا، ولانه هو يعرف اكثر ما عندنا ويهتم بها. التامل البسيط تجي مع آية اليوم: الغذاء والملابس من اكبر مخاوف لوجودنا البشري، وقد كانوا كذلك لقرون، لان الله نبهنا أنه مهما بدأت هذه الأشياء هامة في عالمنا، الحياة أكبر بكثير حقا من هذه الأشياء. والله يريد أن نثق بأنه سيمدنا بهم عندما نثق به. نعطينا كل الثقة هو يهتم بهذه الأمور. الصلاة الصغيرة تجي مع آية اليوم: يا أبي من فضلك ساعدني في كبح قلبي الحسود والطمع. أعلم أن رغبتي بالأشياء تجعلني قلق وقصير النظر في إيماني. أعطني نظرة أشمل لملكوتك لكي أستطيع استخدام بركاتك في مساعدة الآخرين. باسم يسوع ربي ومخلصي أصلي آمين. أخوة الأحبة، ربي يبارككم، ربي يقويكم. فكروا بالملكوت، فكروا بخلاص الآخرين، فكر بخلاص نفسك، وعرف الناس للمسيح. صدقوني الرب يهتم بكم، يهتم بكل الأمور. ربي يبارككم، صباحا على خير، وجود نايت.